نعود مشاهدينا إلى هذه الصور المباشرة من حليق فالنسيا في إسبانيا. هذا الحريق الذي عرضنا صوره في بداية هذه النشرة هو حريق كبير. السلطات الإسبانية كانت تحدثت بأنه من المتوقع أن تكون أعداد القتلى والإصابات كبيرة. وكما نتابع سويا في هذه الصورة، يعني النيران تلتهم كل زاوية في هذه المبنى، يعني لا نستطيع أن نرى أي طابق أو أي زاوية من هذا المبنى لا تشتعل فيه النيران. هذا الحريق هو في فالنسيا، وكما ذكرت السلطات الإسبانية تتوقع عددا كبيرا للضحايا جراء هذا الحريق. طبعا حتى الآن لا نعرف هذا الحريق إذا كان سكنيا أم كان مكاتب عمل، وليس لدينا أي تفاصيل حول ماذا يمكن أن تكون أو يكون سبب هذا الحريق. طبعا التحقيقات تأخذ وقتا، ولكن حتى الآن السلطات الإسبانية لم تطلع الوكالات على أي معلومات جديدة إلا هذه الصور، وبأنه يتوقع أن يكون عدد القتلى كبير. دائما سنكون مع هذا الموضوع فور وصول أي جديد أو أي معلومات جديدة.